عليكم يا شباب. الحقيقة مش قادرة أقول لكم أنا قد إيه سعيدة لتواجدي معاكم النهاردة، وبشكر الدكتورة أمية طبعاً والفريق معاها اللي أتاح لي الفرصة دي. رجعني للذكريات الجميلة أول ما قلت للمركز طبعاً ما قدرتش أقاوم خالص، لأن هو أساسنا. إذا كنا إحنا الراعي الأول اللي تشرف بالمساهمة في تكوين المركز، فأنتوا بصراحة الشباب يعني أنتوا الأمل كله والمستقبل كله. ربنا يبارك فيكم يا رب. انا اعرف كتير منكم، متهيألي برضو كتير منكم يعرفني. اللي ما يعرفنيش بقى اعرفكم بنفسي. انا دكتوره امل، كنت مدير اداره مكافحه العدوى سابقا في مديريه الشؤون الصحيه بالدقهليه، وحاليا انا كونسلتنت انفكشن كنترول وهسبه الابيديميولوجي في الام او اتش كي اس اي. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، ليتس ستارت تو سيف اور تايم، السؤال المطروح والمشروع برضو، ايه اللي بيحصل ده؟ احنا نمنا في يوم كده على ظروف معينه، صحينا تاني يوم على ظروف مختلفه خالص. مكة بقت فاضية، لندن ما عادتش هي الساحرة، باريس ما عادتش هي الرومانسية برضو، ونيويورك ما عادتش هي القوية المثيرة. سور الصين العظيم ما حماهمش ولا كان حصين فعلا ان هو يحميهم من ده. كلنا فهمنا وادركنا ان مفيش اي قيمة للشهرة والمال والجاه والسلطة والحاجات اللي احنا كنا الدنيا غرنا بيها دي. بقى كل املنا ان احنا نتمتع بالعافيه ونقدر نتنفس اكسجين بدون اللجوء الى الفنتليترز، في حين ان العالم والطبيعه مستمر في حياته. بالعكس بقى انقى واجمل كمان بدون العامل البشري، واحنا اللي بقينا محبوسين في اقفاص. كل ده يخلينا نقف مع نفسنا كده ونرتب اوراقنا. انا بس كنت بقول ان كل البانيك اللي حصل في لمح البصر ده يخلينا نقف مع نفسنا ونرتب اوراقنا شويه ونقرا الايه ديت ونستشعر بها عظمه الخالق سبحانه وتعالى لما قال في كتابه العزيز: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الكوفيد 19 أو سارس 2 زي ما بنسميه أو النوفل فيروس بانديميك is considered the most dangerous human pandemic in modern time. في العصر الحديث بس، لكن كان بيسبقه طبعا بانديميكس كتير حصلت. لو نفتكر الانفلونزا الاسبانيه اللي حصلت 1918 في زمن الحرب العالميه، كان عدد الوفيات فيها 50 مليون. Since the beginning our country leaders have been working great professionalism to limit the spread of this virus through outstanding precautionary measures that has been taken to preserve the health of citizens. الحقيقه فعلا ان قاده البلد اخذت الموضوع ده بشكل جدي جدا ومشهود له، مش مني انا، من ال WHO. By this presentation we must know what are coronavirus, what the history of coronavirus, and to be able to fight our enemy we must know the modes of transmission and what the case definition and what the meaning of visual triage. Finally we talk about infection control measures or basic preventive measures. النوفل كورونا فيروس ده عائلة قديمة، لحد 2002 كان كل معلوماتنا عنها انها بتتكون من اربع افراد. هي الكورونا فيروس او الاسم الكورونا طبعا زي ما كلكم بتسمعوا في الاعلام اخذ اسمها من السبايكس اللي على الاوتر انفلوب بتاع الفيروس وبيديها شكل الكراون اندر ميكروسكوب. لحد 2002 زي ما قلنا كان كل اللي معروف منها اربع اعضاء بس، وما كانوش بيسببوا لنا مشكله لان كانوا من هيومن، كانوا انفكتد هيومن، فبالتالي الجهاز المناعي متعارف عليه. كنا عارفين الهيومن كورونا فيروس 229 والهيومن كورونا فيروس OC43 والهيومن كورونا فيروس NL63 والهيومن كورونا فيروس Q1. دول الاربع افراد اللي كانوا بيصيبوا الانسان اساسا والجهاز المناعي متعارف عليه، فما كانش بيعمل لي اي مشكله. من 2002 الى اليوم ظهر لي ثلاث اعضاء جداد، دول اساسا زونوتيك يعني بيصيبوا الحيوان. كان السارس في 2002 وكان العائد بتاعه اسمه سيبت كات، زي ما انتم شايفين الصوره دي كده، هي حلقه وسط بين القط والنمر، الصوره اللي فوق دي لو ظاهره بالنسبه لكم. بعد كده ظهرت الميرس كوفي او متلازمه الشرق الاوسط، وظهرت في السعوديه من 2012 الى اليوم في السحالات، وكان العائد بتاعه كان الباتس. بعدها بسنوات قليله
كان الكاملز. فكانت من الكيس ديفينيشن حتى نقول اي كونتاكت مع الكاملز او الكاملز برودكت، دي كان بريدسبوزنج فاكتور، يعني زي الميت والميلك، خصوصا الناس اللي كانوا هنا بيشربوا لبن الجمال بدون غليان، فكان سبب من اسباب انتشار العدوى. الجديد ده بقى اللي هو النوفل كورونا فيروس، قالوا ان العائد الاساسي بتاعه هو الباتس. المشكله في العائد الوسيط الى الان لم يعرف، ففي البعض قالوا ان السناكس. ازاي؟ الباتس عنده الكورونا فيروس عايش متعايش معاه، مش مسبب له مشاكل ولا مسبب لنا احنا كمان مشاكل. السنيكس برضو عنده كورونا فيروس بتاعه وبرضو مش مسبب لنا مشاكل. لما السنيكس بياكل الباتس حصل التقاء بين الاثنين فيروس ده، حصل لهم موديفيكيشن. واساسا الفيروس ربنا خلقه سبحان الله هايلي ميوتيشن، يعني بيحصل له طفرات باستمرار. فطلع كورونا فيروس جديد اصاب، انتقل من الحيوان للانسان وبعد كده من الانسان للانسان، والجهاز المناعي غير متعرف عليه فسبب لنا كل المشاكل ده. ده قول. قول تاني قالوا ان العائد الوسيط هو الكائن الكيوت الظريف اللطيف ده اللي بنسميه بانجولين، اللي انتم شايفينه تحت ده، اللي هو اكل النمل الحر الشوفي. ده بيتغذى عليه الصينيين. هي مش تفاصيل، ولا زي الناس ما بتقول كل ما اعطى ظهره للسماء ومشى على اربع فصينيين بياكلوه. دي معتقدات عندهم في الطب الصيني بتاعهم، ان هم لما يوسعوا السكيلز بتاع الاكل بتاعهم فكده بياخدوا الفايده من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، مش زينا احنا اللي حشرين نفسنا بين اللحمه والسمك والفراخ. كمان بياخدوا السكيلز بتاعته الحراشيف بتاعته دي ويستخدموها في التداوي برضه في الطب الصيني بتاعه. فاصبحت المشكله ان هو كان في الباتس حصل له ميوتيشن لما اتنقل عن طريق البانجولين دي، فبقى قادر انه ينتقل للانسان، ومن الانسان في ووهان ده انتشر لكل العالم. ودي كانت المشكله بتاعته اللي بتقابلنا دلوقتي، ان هو سبريد ترانسميشن. برضه انا لسه ما عرفتش مين العدو بتاعي عشان اعرف ازاي اقاوم. هو الكورونا فيروس ده اسمه انفلوبد فيروس. يعني ايه انفلوبد فيروس؟ خليني اوضح النقطه دي شويه عشان دي هتفيدنا كتير. ربنا سبحانه وتعالى خلق الفيروس عباره عن جينوم، اللي هو الجزء اللي داخلي ده، مش عارفه السهم واضح عندكم وانا بشاور. الجزء الداخلي ده الجينوم اللي هي الماده الوراثيه الجينيتك ماتيريالز، وده بيبقى ار ان ايه او دي ان ايه، ومحاط ببروتين كود. دي كل الفيروس مخلوقه كده. في انواع معينه من الفيروس ده ربنا زودها بانفلوب ليبيد انفلوب، وده سر ضعفهم. يبقى انا عندي نوعين من الفيروس، انفلوبد فيروس ونون انفلوبد فيروس، او في بعض الريسيرش عشان لو حد عايز يقرا يبقى في باك جراوند اسمه كوتد فيروس ونون كوتد فيروس، او ليبيد فيروس ونون ليبيد فيروس. الليبيد او الانفلوبد او الكوتد فيروس ده سر ضعفهم في الغشاء الدهني المحيط بيه. زي ايه؟ اديكم امثله. الهيباتيتس بي انفلوبد فيروس، هيباتيتس سي، الاتش اي في، الميسلز الحصبه، الكورونا، كلهم دول انفلوبد فيروس. والغشاء الدهني الخارجي ده هو سر ضعف. سر ضعفه ازاي؟ بحيث ان اللو ليفل ديس انفكتنت سوليوشن، اقل المطهرات، اقل المحاليل المطهره بتقضي عليه وبتؤثر فيه جدا. في حين ان النون انفلوبد فيروس زي مثلا اديكم مثال البوليو اللي هو بيصاب شويه الاطفال، ده نون انفلوبد فيروس، فهو اقوى من الانفلوب. طب لما انا بقول ان دي الانفلوب فيروس ديت فيروسات ضعيفه، جايب الهيصه دي كلها والبهدله دي منين؟ من حاجه واحده، من ضعفنا احنا في ان احنا اتباع او ستريكت امبلمنتيشن للبيزك بريفنتيف ميجرز اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. ضعف الانسان او تهاونه او اللامبالاه اللي احنا بنتصرف بيها خلى كائن ضعيف زي ده يتغلب علينا ويعمل لنا كل البانيك اللي احنا عايشين فيه ده. فهو انفلوب فيروس RNA، المادة الوراثية بتاعته RNA، الهيباتيتس بي مثلا DNA، لكن الـ HIV والميسلز والكورونا كلهم RNA. هو في مجموعة الـ RNA Enveloped Virus هو Largest One، أكبر حجم في الـ Enveloped Virus. الحجم بتاعه زي ما أنا كاتبة تحت كده 120 نانومتر إن سايز. ده اللي خلى الـ WHO تقول إن حجمه معنى كده كبير، إن هو بينتقل بالدروبلت infection بالدروبلت ترانسميشن. وده كان خلاف بين السي دي سي والدبليو اتش او، نفس اللي حصل مع الميرس كوفي. السي دي سي من البدايه لحد النهارده مصممه انه بينتقل ايربورن. دبليو اتش او في البدايه قالت دروبلت، وهنشرح دلوقتي الفرق بين الاثنين. رجعت في الاخر قالت لا هو دروبلت الا اذا، للدبليو اتش او. هنشرح يعني ايه دروبلت ويعني ايه ايربورن. فبنقول ان هو انفلوبد فيروس وار ان اي وحجمه كبير، هو اللارجست وان في مجموعه الار ان اي فيروس. كمان الفيروس عموما بكاركترايز بان هو عنده تروبيز للابيثيليال سيلز. يعني ايه تروبيز؟
يعني عنده القدره انه يخترق الابيثيليال سيل. اي فيروس بيدخل جسم الانسان مش بيسيح كده ويتفسح بمزاجه، كل فيروس له تارجت خليه معينه بيبقى عليها ريسبتور، بيعمل بايند مع الريسبتور ده، وبعدين بيعمل انجكت للجينيتك ماتيريالز بتاعته داخل الخليه، بيحصل لها مالتيبليكيشن باعداد هائله من الفيروس، بعد كده بتنفجر الخليه وينتشر الفيروس تاني. فده كمان الطريقه اللي هنقول ليه الهيدروكسي كلوروكين بيؤثر فيه اللي هو انتي مالاريا ده، لانه عشان يحصل له مالتيبليكيشن داخل السيلز لازم يكون متوفر اسيديك سيتويشن من 4 ل 5، البي اتش 4 ل 5. الهيدروكسي كلوروكين الميكانيزم بتاعه ان هو بيغير الاسيديك ده الالكالاين، فبالطريقه دي انهبت المالتيبليكيشن. بطريقه ثانيه بميكانيزم ثاني برضو اللي هو الهيدروكسي كلوروكين، انه بيدخل الزنك من بره الخليه لجوه الخليه، فبرضو انهبت المالتيبليكيشن بتاع الفيروس. الانكيبيشن بيريود من 1 ل 14 يوم، لكن هو مينلي او مصري بيبقى من 4 ل 5 ايام. طيب دي كومباريزون بسيطه كده بين الثلاثه الزونوتيك فيروس اللي انضموا للكورونا فيروس من 2002 لحد النهارده، الكوفيد 19 والميرس كوفي والسارس كوفي. لو شفنا الكيسز دي الابديت ده انا عملته لحد 20/4، الارقام دي لحد امبارح 2 مليون و400 وشويه. الميرس كوفي لحد النهارده لحد برضو التاريخ ده 2494، من 2012 هو ظاهر في السعوديه. السارس كان 8096. الديثز بالارقام اللي احنا شايفينها دي، فالمورتاليتي ريت 37% للميرس كوفي، ثلث الحالات تقريبا كانت بتتوفى. في السارس ربعهم تقريبا 23%. من اول ما طلع الكوفيد وقالوا ان نسبه الوفيات من 2-3%، بس هي ما بتتحسبش كده، انا هقول لكم بتتحسب ازاي في الشريحه اللي جايه. السيمبتومز هي الاعراض بتتراوح من اسيمبتوماتيك في الغالبيه الى سيمبتوماتيك مايلد الى ان تصل للسيفير، وهي النيمونيا او الريسبيراتوري فيلير. الموست بروميننت سيمبتومز الفيفر، 98% من الحالات لازم يبقى عندهم فيفر. ده معنى كده ان في بعض الناس بيبقى ما بقاش عندهم فيفر، 2% بيبقوا برضه سسبكتد او كونفيرمد كيسز. الدراي كاف اللي احنا بنسميها الكحه المتتابعه النباحيه، دراي كاف ليه؟ لانه بيجي في الابر ريسبيراتوري تراكت زي ما قلنا، فدي برضو من الموست بروميننت سيمبتوم بالنسبه لها. الوفيات ما بتتحسبش كده، وهي بتتحسب ازاي؟ يعني الاطفال من الزيرو لحد 9 سنين الحمد لله على مستوى العالم ما حصلش وفيات لحد دلوقتي، فالمورتاليتي ريت او الفيتاليتي ريت بتاعته ما فيش زيرو. من 10 سنين الى 40 سنه 0.2%. دي الفيتاليتي ريت او المورتاليتي ريت. من ال 40 سنه 0.4، من 50 ل 60 سنه 1.3، وهكذا الى ما نوصل فوق ال 80 سنه 14.8. ال 80 سنه دي بتزيد ليه؟ مش عشان السن، كمان عشان بيبقى فيه كوموربيديتي اميون كومبرمايز، بيبقى فيه اندرلاينج ديز او بريسبوزنج فاكتور. يعني لو البيشنت بيبقى عنده هايبرتنشن، فبتبقى الفيتاليتي ريت او المورتاليتي ريت 6%، لو في دايابيتس يبقى 7.3، لو في كارديو فاسكولار وهكذا، النسبه بتختلف على حسب الاميونيتي بتاع الانسان. اذا احنا كل شغلنا الشغل دلوقتي ان احنا ازاي نقوي الاميونيتي. عشان كده نصيحه مني، ما تتبعوش الاخبار والارقام اللي عماله بتتقال كل يوم، ده بتحصل حاله من البن. هتفيدنا بايه الارقام دي؟ دي هتفيد في الريسيرشز وفي في الابحاث اللي بيعملوها، لكن بالنسبه لنا احنا كشعب عادي يعني ده من شأنه اللي بيلهث ورا الاخبار وعايز يسمع الارقام دي كلها، انها بتؤثر على حالته النفسيه، بل بتصيب بعض الناس بالاكتئاب اللي من شأنه برضو بيقلل المناعه. ده السورس بتاعه الشريحه دي السي دي سي والدبليو اتش او بتقول ايه. دي ديزيز ديتس بير دي وورلد وايد، الموست بروميننت التي بي التبركولوزيس 3000 حاله، الهيباتيتس بي 2000 وشويه، النيومونيا 2 وشويه، الملاريا وروتا فيروس والشيجلوزس وسيزنال انفلونزا وسيزنال فلو، كله لحد ما نوصل بقى للبطل بتاعنا 56. يعني هو بالنسبه للتي بي والهيباتيتس بي على مستوى العالم بيبي. طب امال ايه البانيك اللي احنا عايشين فيه ده؟ احدث الريسيرشز برضو، وده بيتفق مع كلام السي دي سي من البدايه، قالت ان الشيدنج بتاع الفيروس او العدوى بتحصل من يوم ظهور الاعراض، وفتره قليله قبلها قدروها ب 48 ساعه
معنى كده ان احنا نفس الكلام اللي احنا بنقول ان الارقام بتزيد دي نتيجه ان في عدد كبير جدا اسيمتوماتيك وممكن يعدي كمان من غير ما تظهر عليه اعراض خالص ونفاجئ بان عنده انتي بوديز بعد كده وهو بيكون سبب انتشار العدوى لانها بتظهر العدوى بتنتقل من ظهور الاعراض وقبلها ب 48 ساعه كمان. احنا قلنا ان الفيفر والكف والشورتنس اوف بريزنج من الساين والسيمبتومز اللي بتظهر كمان. وجدوا ان بعض الحالات بتظهر فيها اللي انتم شايفينه ده في الهاند والفيت. فسروها بايه؟ فسروها ان في بعض الحالات لو هي واخده اوفر دوز من الهيدروكسيكلوروكين ممكن تعمل كده او السيتوكين ستروم. السيتوكين ستروم اللي هي الهجمه الشرسه لجهاز المناعه ضد الفيروس بتحصل الاعراض اللي احنا شايفينها دي. Don't panic. أنا حقيقة كنت عايزة أسمي البرزنتيشن Don't panic. ليه الهلع اللي إحنا عايشين فيه ده؟ الكورونا زي ما قلنا هو انفيرب فيروس وفيروس ضعيف. لو أخذنا البريفنتيف ميجرز صح مش هيتغلب علينا زي ما هو عامل دلوقتي. ولكن عشان أعرف أواجه أو أهاجم عدوي ده لازم أعرف المودز أوف ترانسميشن بيتنقل إزاي. فوجد إن هو بيتنقل عن طريق الكونتاكت سواء دايركت أو اندايركت. دايركت يعني مع البيشنت على طول او مع افرازات البيشنت، وان دايركت يعني بالكونتامينتد سيرفيس الانفيرومنتال سيرفيس اللي حواليه اللي هي البيشنت زون او الكومن فوميتس يعني الحاجات المشتركه زي التاولز الكارتينز السبونز التونسلز الحاجات المشتركه بينهم والدروبلت والايربورن وهنعرف الفرق بينهم. دايركت كونتاكت زي كده يعني من البيشنت على طول هو ديورنج السنيزنج والكافينج والجاست توكينج من البيشنت دايركتلي بتنتقل العدوى او بدايركت كونتاكت او اندايركت زي الانفايرومنتال سيرفيس او البيشنت زون المحيط بالبيشنت لان قالوا ان هو بيعيش على الاسطح اللي بره دي من 3 ساعات ل 3 ايام. اعرفوها كده مش لازم تعرفوها بالتفصيل ان البلاستيك 5 ايام والبيبر من 4 ل 5 والجلاس 4 من 3 ساعات ل 3 ايام. حتى لو انا مش عارفه هو بيعيش قد ايه على الاسطح ازاي انا اطهر الاسطح يعيش زي ما يعيش بقى ما يهمنيش. ايه الفرق بين الدروبلت والايربورن؟ الدروبلت هي قطيرات رذاذ والايربورن الهواء. الفرق بينهم ايه؟ حجم الرذاذ نفسه يعني الالفيروس الفيروس نيوكليار داخل الدروبلت دي داخل قطره الميه دي لو هي كبيره في الحجم وتقيله الهواء ما يبقاش قادر على حملها فبتسقط على طول سيتل اون ذا فلور او دروب اون ذا فلور بعد 3 فيت ل 5 فيت من متر لمتر ونص. عشان كده لما بتسمعه في الاعلام يقول خلي مسافه بينك وبين اللي قدامك من متر لمتر ونص لان هم WHO في الاول قالت ان هي دروبلت ترانسميشن. معنى كده ان هو لو الشخص قريب منه من هنا كده قدامه وكان unprotected exposure سهل جدا انه يتلقى العدوى. حين ان البعيد عنه الاكثر من متر ونص مش هتوصله لان القطيرات زي ما قلنا بتبقى تقيله فالهواء مش بيحملها لمسافه طويله من 3 ل 5 فيت بتقع على الارض زي الايبولا بتقع على الارض. الميسلز بقى الميسلز والتي بي والباريسيلا اللي هي تشيكن بوكس دي ايربورن يعني الحجم بتاعها اقل من 5 مايكرو فيبقى الهواء قادر على حملها مسافه طويله 5 ل 6 متر وفي الاخر برضه سيتل اون ذا فلور. عشان كده احنا بنقول سيتل اون ذا فلور او الانفايرمنتال سيرفيس اللي حواليه على اللابتوب بقى على المكتب على الموبايل على اي حاجه محيطه بالمريض وفي في طريق العدوى دي. فعشان كده احنا بنقول ان هو لو بعيد عنه من متر لمتر ونص مش هتوصل له العدوى وخصوصا كمان لو كان بروتكتد. بروتكتد بايه ده هنتكلم عنه في البي بي اي او البيرسونال بروتكتد اكويبمنت بعد شويه. ايه البريفنتيف ميجرز اللي احنا لازم ناخدها؟ اول حاجه بيرسونال بروتكتيف ميجرز clean your hands frequently, cough and sneezing into your elbow اللي هي بنسميه الكاف اتيكيت دي هنشرحها بالتفصيل. او environmental measures اللي هي clean frequently using surface used surfaces والكلودس والobjectives وminimize sharing objects. او social measurement اللي هي stand 1 meter او 1 meter ونص 1 and half meter away from another person if you have any symptoms is. هنشرح الكلام ده بالتفصيل. اول حاجه الهاند هايجين طبعا بنات الحلوين اللي عندكم في الفريق مكافحه العدوى حريينكم هاند هايجين. الهاند هايجين اثنين كلمه هاند هايجين بتنطبق على نوعين هاند واشنج او هاند راب. هاند واشنج يعني بالووتر والصب والهاند راب
بالسانيتايزر او بالالكول هاند راب. انا عندي ثلاث انواع من الهاند هايجين كمان، بس ده مش موضوعنا الوقت ان احنا نتكلم بيه بالتفصيل، انا اقول لكم بس كده بريف ثلاث انواع. الروتين هاند هايجين دي بالووتر والبلين سوب، ده لو انا هعمل كونتاكت مع انتاكت سكين. لو انا كطبيب اسنان بقى هتعامل مع الميوكس ممبرين، يبقى لازم برتقي شويه وبعمل انتيسيبتيك هاند ووش، مش مجالنا نتكلم فيه بالتفصيل دلوقتي. لو انا هعمل سيرجيكال بروسيجر بعمل سيرجيكال سكراب. يبقى انا عندي ثلاث انواع، الروتين هاند هايجين والانتيسيبتيك هاند هايجين والسيرجيكال هاند هايجين. الهاند هايجين نفسه بينقسم يا هاند ووشنج ووتر اند سوب، يا اما هاند راب لو ما فيش الووتر والسوب. طيب هي على according to WHO هي 7 هي 6 steps in 5 situation، سميها ال 5 moments. محتاجين اشرح الهاند هايجين بالظبط يا شباب الستبس بتاعتها، اقولها لكم بسرعه ماشي. المفروض طبعا انك بتقلع جري خالص، ولو هي نفس الستبس السته بتنطبق على الهاند هايجين او الهاند راب، الهاند ووشنج او الهاند راب. المده الزمنيه بتختلف، مش اقل من 40 ل 60 ثانيه في الهاند ووشنج لو هستعمل الميه والصابون، ونص المده من 20 ل 30 ثانيه في الهاند راب. هي الخطوات ست خطوات زي ما قلتهم، مش مهم نعملهم بالترتيب على فكره، بس المهم ان انا اغطي كل سطح ايدي. فالمفروض ان انا هعمل كده بالم تو بالم، وتعد في سيرك 1 2 3 4 5. الكلام ده مش عشان الكورونا بس، عشانك انت كطبيب اسنان في العياده. فبتعمل بالم تو بالم وتعد من 1 ل 5 تو جيت ذا توتال تايم، وبعدين بالم تو دورزم وذ انترليسنج ذا فينجر انذر هاند، بالم تو دورزم وذ انترليسنج ذا فينجر اند ذن لاترال اسبيكت اوف ذا فينجر فور فينجر اند ذن ذا ثامب 1. مفيش حد يعمل كده لان كده دي بتبقى نيجلكتد اريا. فبعمل باخد الماسل مع الثامب كده، وبعدين من النيجلكتد اريا اللي هي الاراوند النيلز دي، فبعملها كده الاراوند نيلز مع الماسل دي، فبعمل كده وانذر سايد، وبعدين باخد التيبس اوف ذا فينجر مع الكونكيف اريا دي. دول الست ستيبس، ترتيبهم مش مهم، لكن المهم ان انا اغطي كل ملي من ايدي. نفس الخطوات الست ستيبس ده اكوردنج دبليو اتش او بعملها مع الكول راب وبعملها مع الووتر اند سوب، بس الفرق في الزمن هنا من 20 ل 30 ثانيه وهنا من 40 ل 60 ثانيه. الفايف مومنت اللي قالت عليها دبليو اتش او برده بالنسبه للطب او اللي بنطبقها على الاسنان، بيفور اند افتر تاتشنج البيشنت، افتر بودي فلويد اكسبوجر، بيفور اسيبتك تكنيك، اند افتر تاتشنج السراوندنج سيرفيس بتاع البيشنت. لو دخلت ولمست اي حته من منطقه البيشنت، اليون بتاع الاسنان لو دخلت ولمسته بعد البيشنت ما بينش من قبل التطهير، حتى لو عدم وجود البيشنت لازم تعمل هاند هايجين. دي الفايف مومنت اكوردنج للدبليو اتش او. طب احنا قلنا في الميجرز اللي اتكلمنا عليها البيرسونال ميجرز الهاند هايجين، ثاني حاجه الكاف اتيكيت. الكاف اتيكيت بنقولها ليه؟ لان لما احنا قلنا بتنتقل عن طريق السنيزنج والكافنج الافرازات اللي خارجه من البيشنت، فلما بنكح او نعطس في ايدك وبعدين بعد كده بتسلم تشيك هاند على زميلك او بتلمس اللابتوب او بتلمس القلم او الموبايل، دي كلها بقت اسطح كونتامينيت. هيجي اللي بعدك يلمسها اخذ العدوى بمنتهى السهوله، وبعد كده تاتش بقى الفيس والميوكس ممبرين النوز او الماوث او الاي، بقت دي وسيله انتقال العدوى. فالكاف اتيكيت دي من الستاندرد بريكوشن اللي قايلها السي دي سي في بالنسبه للانفكشن كنترول من زمان. الكاف اتيكيت معناه ايه؟ ثلاثة ستيبس. اول حاجه يوز تيشو اند ذن بوت ات ان ذا ريسبتكل اند ذن هاند هايجين. مفيش التيشو يبقى تستخدم الاينر سايد من الابر ارم، يعني بالطريقه دي كده. فالوقت بقت الايد نفسها نظيفه، لما هتلامس اي اسطح مش هخاف منها في نقل العدوى. ده الكاف اتيكيت. الانفايرمنتال سيرفيس، احنا قلنا ان هي سواء اتنقلت عن طريق الدروبلت او الايربورن في النهايه سيتل اون ذا سيرفيس، سيتل اون ذا فلو، يعني بقت البيشنت زون الاريا المحيطه بالبيشنت ده او الانسان المصاب في حالات الكورونا دلوقتي، لو هو عندي في البيت مثلا في الحجر المنزلي. فبقت السيرفيس المحيطه بالبيشنت ده او بالمريض دي كلها كونتامينيتد. طب هنطهره بايه؟ في المستشفيات فيه اللي هي الابروفد ديسانفكتنت سوليوشن. لو مش موجوده، بنات الحلوين اللي كانوا معايا في الفريق زمان كانوا يجوا الصبح كده يحضروا الكلوروكس بتركيزات معينه، تركيزات مختلفه.
الكلوروكس على فكره من المواد الرائعه كديسانفكتنت سوليوشن، انا على المستوى الشخصي بحبه جدا. حتى هو كان حقه اتهضم شويه في الاعلانات الاخيره، وانا كنت زعلانه قوي من منى زكي ونجا ابراهيم رغم ان انا بحبهم قوي. الديتول 99.9 والكلام الفارغ بتاع الاعلانات ده. الديتول ممنوع استخدامه في المنشات الصحيه تماما. الكلوروكس بالاسم التجاري انا جايبه بالاسم التجاري كلوروكس، ليه؟ لانك لو قلبت الازازه كده من ورا هتلاقي تركيز الماده الفعاله 5.25% 5.25% او 5%. في حاجات تانية بقى تتصنع تحت السلم اللي هي كلورايت وهايبوكلوريت وكده هتلاقي تركيزه اقل من 4%. فبالتركيز ال 5% ده انا ممكن احلله بحيث يبقى لو ليفل ديس انفكتنت وانترميديت ليفل ديس انفكتنت وهاي ليفل ديس انفكتنت لحد الاستريليان بيبقى كمان معقد. عيبه الوحيد الكلوركس ان هو كراسف، يعني لو لامس اي ميتال بيصديه، فممنوع ان يلمس الميتال خالص. في اوروبا وامريكا والدول اللي كنا فاكرينها متقدمه ضافوا له حاجه اسمها انتي كروزيف ماتيريال وعملوه بلون بينك، وده بيبقى سبيشاليز للميديكال فيلد بس لسه ما نزلش عندنا في منطقه الشرق الاوسط. فلما نرجع تاني الكلوروكس استخدمه ازاي؟ لو حطيت 20 سم من الكلوروكس ده في لتر ميه بس تبقى ازازه معتمه زي الازازه بتاعت الكلوروكس دي ما تبقاش شفافه لان الضوء بيأثر على الاستابيليتي بتاعتها. فلو جبت 20 سم على لتر ميه وحللته من اول يوم ده لو ليفل ديس انفكت، وده احنا كنا ماشيين فيه فريق مكافحه العدوى بتاعنا. انا مش عارفه شغالين انتوا عندكم الوقت ازاي موفرين لكم مواد ثانيه ولا لا، ده كنا بنمسح بيه الاسطح كلها الدنتال يونت نفسه والرخامات اللي حواليه وكل الاسطح اللي حوالين الفيش. الاداره العامه لمكافحه العدوى في مصر وزاره الصحه المصريه نزلت ان لا مع الكورونا هنرتفع شويه وهنستخدم انترميديت ليفل ديس انفكت، بمعنى ان احنا نستخدم من 1 ل 9، 1 كلور ل 9 ميه، 1 سم كلور ل 9 سم ميه، 1 كاب كلور ل 9 كاب ميه، اي مجر هتستخدمه. ده للاسطح كله وللارضيات في العيادات وفي المستشفيات. في البيت مفيش داعي للبانيك اللي احنا بنسمع عنه ده. يقول لك فوطه بكلور تتحط جنب الباب، اي حد يدخل لك الباب تديله الفوطه في وشه كده على طول. ليه الهلع ده؟ الاسطح حتى اللي في البيت انا مش مضطره برضو انضفها بالكلور او باي ماده مطهره يعني. ده في المستشفيات بس نتيجه لوجود المرضى، ونتيجه كمان ان الميكروبات يا جماعه اللي موجوده في المنشات الصحيه مختلفه تماما. يعني لو كنا نسمح بالديتول في البيت او في المدارس مع اولادنا ما نسمحش بيه خالص في المستشفيات لانه فيري لو ديس انفكتنت سوليوشن. فيبقى اتفقنا ان الاسطح في المستشفيات، يعني مثلا في مركز طب الاسنان عندكم هتحلله من 1 ل 9. الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده 20 سم على لتر ميه اللي هو 1000 بارت بير مليون ده اصبح ضعيف دلوقتي على الجائحه اللي احنا فيها. فهنستخدم انترميديت ليفل ديس انفكتنت اللي هي 1 تو 9. اوكي؟ وزي ما احنا شايفين البنوته ديت اللي بتنظف بعد البيشنت ما مشى، بس البي بي اي اللي هي لابسه ده مش صح. لانها تلبس كامل البي بي اي كان المريض موجود بالظبط اللي هنشرحها دلوقتي. دي البي بي اي. السيرجيكال ماسك كلنا عارفين اللي هو الماسك الجراحي، والان 95 ماسك، وطبعا التاتش المصري الرهيب يعني لازم نحط التاتش بتاعنا. السيرجيكال ماسك احنا بنلبسه في حالات الدروبليت ترانسميشن، صح كده؟ احنا قلنا ان هو دروبليت ترانسميشن لو ابعد لو اكتر من متر متر ونص دروبليت ترانسميشن فيبقى كافي عليه السيرجيكال ماسك. امتى البس السيرجيكال ماسك؟ لو انا داخل اعمل كير للبيشنت، عندي بوزيتيف بيشنت في ايزوليشن روم او في سنجل روم، حتى مش ايزوليشن هنشرح يعني ايه ايزوليشن روم، وداخل انا اعمل له كير فانا هلبس الماسك ده. لو الانسان قدامي نفسه عنده ساين وسيمتومز حتى لو مش كونفيرمد يعني فهو هيلبس الماسك ده. لو انا موجود في مكان زحمه زي عندنا في مصر كده في المترو او في الشوارع او في سوبر ماركت او حاجه وفي زحمه وفي مفيش ديستانسنج كافي بين الناس المتر متر ونص يبقى انا هلبس الماسك، بس ده المسموح بيه. الهلع اللي الناس ماشيه لابساه طول النهار في الشارع وسواقين التاكسي والناس ماشيه في الشارع لابساه وعماله ايدها كده تشيل وتحط تشيل وتحط، طبعا السيرفس اللي بره ده كله الاوتر سيرفس ده كله كونتامينيتد. انا باخد الكونتامينيتد بايدي وبلمس الاسطح بقى وسيله لنقل العدوى. ثانيا هو لما هيفضل على وشي فتره طويله هيبقى ويتد، فخلاص ما بقاش افكت ما بقاش افيشنت بقى زي قلته.
ولما اجي لا طبعا من الرباط بتاعه ده مش همسك من الانتيرور سيرفيس ده خالص منه ده السيرجيكال ماسك. في حاله بقى الايربورن او لو هعمل للمريض اي حاجه من شانها ان هي سبلاش بروديوسنج بروسيدجر يعني اي اجراء بيطلع رذاذ زي مثلا انتيوبيشن اكستيوبيشن للبيشنت هعمل سكشن هاخد لي النزوفرينجيال سواب اللي هو السواب بتاع الكورونا لازم اخده له وانا لابسه الفول بي بي اي من ضمنها ال N95 وهاخده له في ايزوليشن روم ايزوليشن روم ديت الريكويرمنت بتاعتها نيجاتيف بريشر نيجاتيف بريشر 5 فاكتر ماينس 5 فاكتر بيبقى عليها بتبقى هي غرفه نيجاتيف بريشر عشان تسمح ان الهواء يدخل من بره لجوه ما تسمحش ان الهواء اللي موجود عند البيشنت يطلع لبره دي معناها نيجاتيف بريشر عكس الاو ار الاو ار الهواء يطلع من عند البيشنت لبره لان البيشنت على ترابيزه العمليات بطنه مفتوحه مش عايز حاجه تدخل له فتبقى بوزيتيف بريشر لكن الايزوليشن روم في حاله الكورونا سواء بقى ميرس كوفي او الكوفيد نيجاتيف بريشر تبقى غرفه قبلها بتسبقها غرفه ثانيه بنسميها الانتي روم الانتي روم عشان تعمل ايكوليبريم او يعني توازن بين الضغط السالب اللي في الغرفه وبين الكوريدور اللي بره فبتبقى عليها مونيتور تقيس لي اربع قراءات الفنتيليشن ريكويرمنتس الايزوليشن روم التمبريتشر والهيوميديتي والبريشر والاير بير اور اير بير اور معناها كم دوره هواء في الساعه لازم تكون مش اقل من 12 يعني الهواء اللي في الغرفه دي كلها هيتغير 12 مره في الساعه وبيبقى فيها حاجه اسمها هيبا فلتر هاي افشنسي فلتر بيبقى في السقف الهواء بيدخل من فوق راس المريض سوري بيدخل من عند رجلين المريض وبيخرج من فوق راسه بيبقى الهيبا فلتر فوق راس المريض عشان كل الهواء اللي خارج ده يمر على الهيبا فلتر قبل ما يطلع لك الهواء الخارجي وبتبقى في فوق حاجه زي مدخنه كده ارتفاعها 3 متر عن اقرب سطح له عشان اضمن ان الهواء كله مش هيلوث لي بقيه الهواء اللي داخل المستشفى وطبعا تبقى بعيده عن مواقف السيارات او تجمع الناس دي كلها ريكويرمنتس في الايزوليشن روم والازمه حاصله من هنا ازاي احنا قلنا 80% من الحالات ما بين اسيمتوماتيك او مايلد ما بتحتاجش خالص تدخل المستشفى دي اللي بتبقى موجوده في الحجر بره اللي بيدخل عند العزل هم ال 20% واللي بيحتاج منهم اي سي يوز وفنتيليتورز 5% تصوروا بقى ان ال 5% دي هي اللي عامله الهيصه دي كلها في العالم كله. في زعماء طلعوا من العالم بيقولوا احنا مش قادرين نعمل ايه؟ مش قادرين نوفر اي سي يوز بيد وفنتيليتورز ال 5% دول وايزوليشن روم. لما بيحصل عندنا عجز في الايزوليشن روم دي بنحط البيشنت في سنجل روم بس بنحط معاه بورتبل ايبا فلتر. لازم ينقي الهواء قبل ما يطلع بره عشان ما يبقاش هو فرصه لنقل العدوى. ال N95 زي ما احنا شايفين ثلاث اشكال. ده بتاع 3M شركة 3M الأولانية دي كاب وده مولت والتاني ده كامبرلي كلارك من كل نوع من دول بتوفر لي مقاسين سمول ولارج إذا أنا عندي 6 مقاسات بثلاث أشكال أي حد يلبس أي حاجة؟ لا في حاجة اسمها فيت تيست الفيت تيست إن أنا بعمله بطريقة معينة فريق مكافحة العدوى اللي في المكان هو اللي بيعمل لكل الهيلث كير وركرز هاوس كيبر نيرسز تكنيشن دكتورز كل الهيلث كير وركر اللي هم كورليشن للبيشنت كل واحد بيتعمل له الفيت تيست ده بحيث اشوف السيوتابل سايز بتاعه ولازم اديك كارت والكارت ده مانداتوري ان يتعلق مع الاي دي انت مقاسك ايه بحيث لما تيجي تتعامل مع الحاله تبقى عارف المقاس اللي هتلبسه على طول. الناس البيرد الملتحيين لهم طريقه ثانيه ان احنا بنعمل لهم البابر اللي هو باورد هايلي بيرفيكيشن اير جهاز ثاني بنوفره لهم عشان ما ينفعش يبقى ملتحي ما ينفعش البسه فوق النقاب لازم يبقى فيت على السكيت ويول فيت يبقى فيت تيست وكل ما باجي البسه بعمل سيلينج تشيك بمعنى ايه ان انا بلبسه بعمل له ادابتيشن كويس وبعدين باخد انهاليشن اكسبيريشن لو حصل لي شرينكج مع الانهاليشن ومع الاكسبيريشن وما حصلش ليكج للاير من الفتحات دي يبقى تعرف انك انت لابسه صح لان احنا قلنا ايربورن لو عملت اي سبلاش بروديوسنج بروسيدجر للبيشنت اي اير هيدخل لك من الفتحات ديت انت معرض للعدوى. طيب السيرجيكال ماسك بتلبس ازاي؟ بالطريقه دي هو في فوق هنا كده نزل بريدج
والبوكت دي لازم يكون اتجاهها داونورد. في كلام كتير طلع على السوشيال ميديا مع الحاجات التجاريه اللي طلعت بقى في مع الميرس، يقول لك لو كنت انت اللي عندك ساين وسيمتومز البسه، يبقى اللون الاخضر ده لجوه عشان يحمي اللي قدامك منك، ولو البيشنت اللي متعرض يبقى خلي اللون الاخضر لبره. ده كلام فارغ. هما اتنين انديكيشن، النيزل بريدج طبعا فوق وبتعمل لها فيتنج كويس، والبوكيتس اتجاه البوكيتس دي داونورد عشان ما تبقاش بوكيت الاكيوميليشن لاي مايكرو اورجانيزم او لاي انفكشن. طيب زي ما قلنا ان الانتيريور سيرفيس ده بيبقى كونتامينيتد، فكونها حاطه بايدها كده وبالجلافز، الجلافز نفس الوقت بيبقى كونتامينيتد، فممنوع انك تلمس الانتيريور سيرفيس خالص. هتقلعه يبقى تقلعه من الرباط بتاعه. دلوقتي عشان في ليك اوف سبلاي في معظم العالم، زي ما انتم شايفين ان في طيران بيروح لدول ثانيه لمساعدتها في البي بي اي ده على مستوى العالم، المفروض ان هو ده سنجل يوز، اللي هي ال N95 ده المفروض ان هو سنجل يوز، يعني البسه بعد ما اخرج من عند المريض بقلعه. دلوقتي بقى طلع في تعميمات كتيره ان هو اكستندنج يوز، ان ممكن البسه طول الشيفت ل 12 ساعه وفي الاخر برميه، بس احفظه ازاي بين كل مريض والتاني ده اللي فيها قولان بقى، فبالنسبة لنا احنا كأسنان ما هوش مجالنا يعني. البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، الجلافز ثلاث انواع، يا اما الكلين جلافز اللي احنا بنستخدمه في الاكزامينشن في الاكستراكشن العادي، او الاسترايل جلافز اللي بنستخدمه في اي سيرجيكال بروسيجر في الامبلانت مثلا بالنسبه لنا، والهيفي ديوتي جلافز اللي بيستخدموه في سي اس اس دي اللي هو السنترال استريلايزيشن سيرفيس او اقسام التعقيم. الجاون يا اما كلين جاون او استرايل جاون اكوردنج للبروسيجر اللي انت هتعمله. انت بتعمل ريسك اسسمنت، يعني الواحد مش لازم يلبس كل البي بي اي كرائد فضاء، بيعمل ريسك اسسمنت للبروسيجر اللي قدامه ده ازاي يحمي نفسه ويحمي البيشنت، ويبتدي يلبس يختار البي بي اي المناسبه له. والسيرجيكال ماسك اللي قلنا عليه ال N95 ماسك، الفيس شيلد او الجوجلز الاثنين بنفس الوظيفه، بيبقى في منهم ديسبوزبل وفي منهم ريبروسيسد او ريوزنج. ده المنظر بتاع البي بي اي عشان تتعامل مع الكورونا او اي ترانسميسبل انفكشن. طيب انا هلبس او هقلع البي بي اي باي طريقه، او هلبسهم وهقلعهم فين؟ لو عندي الانتي روم زي ما قلنا اللي هي قبل ايزوليشن روم، هيبقى كل الدورنج اون والدورنج اوف بتاع البي بي اي في الانتي روم. لو ما فيش انتي روم والبيشنت في سنجل روم، يبقى هلبس كله قبل ما ادخل البيشنت، وبعد ما اخلص البيشنت كير وهاجي خارج هقلع كله قبل ما اخرج الا ال N95، لان هو ده اللي حاميني انا، ده اللي هخلعه بره اوضه البيشنت. في سيكونس لدورنج اون ودورنج اوف، يعني في ترتيب للبس البي بي اي، البسهم ازاي واخلعهم ازاي. فالدورنج اون هلبس اول حاجه الجاون، بعد كده الماسك، الجوجل، الجلافز. لو عملت كده زي تمثال الحريه ورفعت ايدك كده شايفيني في الكاميرا، هعمل كده الجاون، الماسك، الجوجل، اخر حاجه الجلافز، بالترتيب كده من فوق لتحت. الخلع بالعكس، الخلع هخلع اول حاجه الجلافز، ان الموست كونتامينيتد ايتم، اكتر حاجه ملوثه هي الجلافز، فاول حاجه هخلعها هي الجلافز وهغسل ايدي طبعا. بعد كده هخلع الجوجل او الفيس شيل، بعد كده هخلع الجاون طبعا بطريقه معينه، مش وقتنا ان احنا نشرحها دلوقتي عشان ما اعملش سبلاش للانفكشن، كل الانتيريور سيرفيس اللي قدامي ده سواء الفيس شيل او الجوجل او الماسك او الجاون، كل ده contaminated. فبقلع الجلافز الاول، بعد كده الفيس شيلد، بعد كده الجاون، والماسك اخر حاجه بخلعه بره اوضه المريض، لان هو ده اللي حاميني من العدوى. ايه الكيس ديفينيشن؟ ازاي اعرف ان اللي قدامي الحاله دي فيها كورونا ولا ما فيش؟ في حاجه اسمها الفيجوال تريال، مش عارفه انتم مطبقينها عندكم ولا لا. طب انا هشرحها وبعدين حد يجاوبني، دكتوره اميه تجاوبني اذا كنتم مطبقينها عندكم ولا لا. الفيجوال ترياج ده ايه الفايده منه؟ ان انا بعمل ديزاينيتد للبيشنت بيفور الريسبشن، بعمل عزل او بعمل فاصل بين البيشنت اللي انا شاكه فيه عن بقيه المرضى. ازاي؟ هي بتبقى قبل الريسبشن، البنوته قاعده عندكم بتقطع منه فيه التذاكر ده، قبله احط مكتب هتبقى المسؤوله عنه والترايند نيرس عشان تعمل تشيكنج للبيشنت قبل ما يدخل على الريسبشن، قبل ما يروح يقطع التذكره. على المكتب ده هيكون موجود فيه الكهول راب وسيرجيكال ماسك، وفي اكسل وفيه تشيك ليست اللي هي الفيجوال ترياج تشيك ليست، انا شفتها وزاره الصحه المصريه عاملاها،
واحنا عندنا هنا برضو عاملين دي. فيها مجموعة من الأسئلة أنا بسألها لكل مريض يجيني، لو طلع السكور بتاعه بعد ما أسأله الأسئلة دي كلها 6 أو أكتر، دي بقت suspected case بالنسبة لي، يعني حالة محتملة أو مشتبه فيها. المفروض بعد ما يخرج ما يطلع من عندي من منطقة الفيجوال ترياج دي أقعده في حتة waiting area. waiting area separated عن البابليك waiting area، والwaiting area بتاعته دي بتاعت الريسبيراتوري كيسز فيها requirements، بحيث كراسي الانتظار فرق بينهم مش أقل من متر ونص، وتكون كراسي مثبتة في الأرض بحيث إنها ما تتحركش، وفي الكول هاند راب، وفي ويست مانجمنت للميديكال هازارد ويست. لو انا سالته الاسئله دي وهو عندي على الفيجوال ترياج وبعد كده طلع سسبكتد كيس، هلبسه سيرجيكال ماسك وهو واقف قدامي هو والريليفانت اللي معاه او المرافق له، وهيخليه يعمل هاند راب قدامي عشان ممكن يكون كح او عطس في ايده ويدخل بقى يلمس الاسطح كلها، وانا هصطحبه مش هسيبه بقى يسيح في المستشفى او في المركز، انا اللي هصطحبه للغرفه. فبالطريقه اللي انا قلتها ده، دكتوره اماني انتم مطبقين عندكم الفيجوال ترياج ولا لا؟ ممكن تفتح الميت بتاعها يا باشمهندس؟ اتفضلي يا دكتوره اماني. بقول لك الفيجوال ترياج زي ما انا قلته كده، ده مطبقينه عندكم ولا لا؟ لا احنا مطبقينه بس مش كده يا امل، يعني عارفه نظام السسبكت بس، يعني بتكلم مش مقعده حد يعني. لا ده مهم جدا، ما عندناش السكيلز اصلا، ما وصلناش، ما عندناش اللي هو التشيك ليست ما وصلناش. لا 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 ممكن عشان هم موقفين الشغل اصلا، واقف خالص ولا بتيجي الحالات حتى الحالات الامرجنسي؟ لو حالات امرجنسي بس ما بتجيش حالات كتير، بمجرد شيك بس كده، لو انت شكيتي في حاجه خلاص بتكتب بتحوليها على طيب. هو طب بتتحول فين على حسب البروتوكول بتاعكم؟ لو انت قلقانه من حاجه بتحولي على الصدر. على الصدر، طيب بتحولي المريض تقول له روح انت الصدر، ولا في ريفيرال وبتتصلي بيهم يجوا ياخدوه او انت توصليه او كده؟ لا سواء عارفه في الغالب بتحولي انت بس، ما بتطلبهمش ولا حاجه، انت اصلا ما انتش عارفه دي ايه. لو عنده واحد عنده دور برد عادي، انت ما انتش عارفه ده ايه بالظبط. طيب انا هقول لك على المفروض يحصل، وتتواصلي مع اداره مكافحه العدوى عندكم في المديريه، لان دي مسؤوليتهم. هتطلبي منهم اللي هي التشيك ليست دي، بيقول لك انا متاكده ان وزاره الصحه المصريه عملتها. هي عاملاها يا حبيبتي، بس موجوده في المستشفيات اللي هي اللي فيها العيادات الخارجيه يعني اللي بشري. ما هي المستشفيات لان فيها طبيب يا اما تشيست يا اما اي ان تي يا اما انترنال ميديسن، فانت بالنسبه لك كمركز طب اسنان هقول لك احنا مطبقينها هنا ازاي. منطقه الفيجوال ترياج زي ما انا شرحتها كده، المكتب بكل اللي عليه ده موجود قبل الريسيرش جنبها على طول، يعني ممكن لو هتحطي المكتب بره ممكن المدرج دلوقتي انت مش بتعملي فيه محاضرات، ممكن يبقى الويتنج اريا فيها للبيشنت. هو عارفه بتخافي من ايه يا امل؟ بتخافي من العيان بتاعنا الجميل اللي بيفتح بقه واصل ده بيوجعني، اصل ده الحته دي بتوجعني. طيب هو طبيب الاسنان من اكتر الناس المعرضين، لان المسافه بينه وبين المريض استحاله متر متر ونص، فمن اكتر الناس المعرضين. دي ممكن تتعامل في عياده منفصله، لكن بره كده منك منهم للكلام في الريسبشن او على مكتب او كده، ثقوا تماما لو في حاجه انتهينا يعني. فتح بق العيان دي انت يا حبيبي ايه اللي بيوجعك؟ هيشاور لي على زور على التونسل من جوه. لا مش هيفتح بقه، ده دي اسئله في التشيك ليست هتسالها له. ما بيجاوبوش كده وانت تتفاجئ عن العين المصري يا امل. مش هيتكلم عن الاسنان خالص، ماليش دعوه بالاسنان حبيبتي يا ماما، ده هو بيدخل المكتب ايده في زوره، انا جاي درسي بوجعني وايده جوه بقه. ماشي يا اماني، ما هو المريض في كل مكان، المريض في مصر والمريض في السعوديه هو المريض في الكويت، بس لازم الفيجوال ترياج ده مهم جدا، لان كده انا سبت البيشنت كلهم مع بعضهم. هي الفايده منه ان انا افصل من البدايه عشان ما اسيبهمش قاعدين في الويتنج اريا كمان مع بعض، بفصل دول خالص عن ده. وبعدين لو انت فاكره زمان لما كنا عاملين كونتراكت مع المستشفى العام اللي معانا، وكان في كونتراكت ممضي ويعني كان دوكيومنتد ومحطوط في البوليسي بتاعتنا ايام ما كنا بنتعامل معاهم في الويست، ما كانش عندنا احنا تيمبوري ستورج للويست، فيبقى نفس الكلام دلوقتي. هتعملي كونتراكت بقى مع الصدر او مع الحميات على حسب البروتوكول بتاعكم، وبكلمهم يا اما هم بييجوا ياخدوا المريض، يا اما انا بعمل ريفيرال للمريض وبنقله لهم، ما بقولش المريض روح انت، لان روح انت عمره ما هيروح. فالمفروض ان تبقى الامور متسيستمه كده، بس يمكن النظام مختلف شويه.
لان في مركز طب الاسنان مش هتلاقي طبعا عندك التخصص ده. فانا كل ما يعني لي بقى اللي هو الفيجوال ترياج بس والويتنج اري. هقول لك السيكونس بتاع الفيجوال ترياج كله بس مش هيتطبق طبعا في مراكز الاسنان. فنرجع تاني نبعتيه بس صوره منه وانا هشوف اللي ينفع معانا نطبقه صح. هبعت لك اللي عندي بتاع السعوديه مش هينفعك، لكن لو تواصلت انت مع المديريه ان هم يدوك التشيك ليست المصري ده اللي هيمشي معاك. طب اوكي ماشي. انا هبعت لك بتاعنا جنرال نوليدج بس، لكن هو الاداره العامه لمكافحه العدوى انا شفت التشيك ليست بتاعتهم بتاعت مصر. تمام. دكتوره امل، في دكتوره نانا ليها رفع ايديها. مين اتفضل؟ دكتوره نانا اتفضلي. دكتوره نانا هو احنا فعلا كان المفروض نطبق الحاجات دي، بس احنا اصلا يعني نزل بعد كده قرار ان احنا هناخد حالات الامرجنسي بس على اساس ان احنا مركز اسنان، فالاسنان شغلهم اصلا يعتبر موقوف، يعني احنا بناخد حالات امرجنسي بس، فاحنا الحالات اللي عندنا بتجيلنا المركز قليلة جدا، ما عنديش اصلا ريت. فعشان كده انا ما اتطبقش عندي الكلام اللي حضرتك بتقوليه. هو فعلا موجود في اداره المكافحه، واداره المكافحه بتتابعه، بس بالنسبه لنا احنا في المركز عندنا مش متطبق، لان اصلا مفيش حالات، يعني انا بقينا بناخد حالات قليله جدا، فبناء عليه مفيش عندي الريت اللي يخليني اعمل ده. مش على الريت يا دكتوره، لو حاله واحده عدت منك وهي سسبكتد كيس وقعدت لك مع بقيه البيشنت دي بقت مشكله. انا عندي حالات في الميرس كوفي اللي هو كان اقل سرعه في الانتشار، ظهرت لي حالات ميرس كوفي في المنطقه اللي انا كنت شغاله فيها من تحت راس حكايه زي دي. فحتى لو الريت قليل بقول لك لو حاله واحده طلعت سسبكتد هتعمل لك مشكله. فانا مش بجبرك انك تعملي حاجه بس على حسب البروتوكول اللي عندك، فدي من بريفنتيف ميجرز اللي لازم تتبع. في مراكز الاسنان ما يهمنيش بيكون موجود غير الفيجوال ترياج والويتنج اريا بس. في المستشفيات الثانيه هقول لك دلوقتي ايه اللي بيكون موجود. فلو اتكلمنا عن الكيس ديفينيشن، في دكتور مراد ليه سؤال يا دكتوره. اتفضل دكتور مراد. اتفضل. السلام عليكم دكتور امل، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين معايا؟ دكتور مراد معاك. اهلا دكتور مراد، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا دكتوره. انا بس سؤالي حضرتك، اللي انا بس فهمته من موضوع المسقات، يعني معنى كده ان حضرتك بتقولي ان احنا المفروض لو هنشتغل لبيشنت حتى لو امرجنسي نلبس الان 95، يعني مش مفيش احتمال ان احنا نلبس حاجه غير الان 95. انا فهمت كده صح ولا غلط؟ لا، ان 95 في حاله ان انا هعمل سبلاش بروديوسنج بروسيدجر، اي اجراء هطلع يعني للرذاذ، يعني مثلا هفتح اكسس مثلا، يعني امرجنسي. ايوه. هتستخدم الكونترا يبقى لازم تلبس ال 95. اكستراكشن عادي او دايجنوزس لا، البس السيرجيكال ماسك. تمام يا دكتور. تمام، يبقى الاجراء شكرا. اللي بيطلع لي رذاذ. ايوه فهمت. تمام يا دكتور، شكرا. وبعدين زي ما قلت لحضرتك ان لازم يبقى الاول في التست قبل ما تستعمله، هيتعمل لك في التست عشان نشوف ايه المقاس المناسب لحضرتك. ايوه يا دكتور. تمام. معلش يا دكتور امل، برضو هما الناس عندها برضو اعتقاد ان الماسك بيختلف الوش بتاعه عن ظهره في الماتيريال نفسها، ان في ماتيريال في وش منهم ووتر بروف، فبتمنع الدروبلتس او كده من انها تدخل من الماسك. ما ده اللي انا قلته في الاول يا نان، ان انا برضو مش كده؟ انا نهال يا دكتور. نهال يا امل. نهال. طيب قولي ثبت الانفكشن كنترول يا نهال، مش كده؟ وبرده الجزئيه اللي مختلفين عليها اللي هي بتاعه التنايات بتاعه الماسك، ايه اللي التنايات بتبقى تحت واللي بتبقى فوق، الجزئيه دي برده الناس متلخبطه فيها جدا برده. طب ما انا قلت لك حاجه في وش ايه يا امل، قولي له ناحيه الوش من جوه ايه. ممكن حضرتك تكلميهم فيها تاني. هقولها تاني. طيب خليني ارجع بشرايح تاني. دكتوره زياد الماسك كده. بعدين اذنك دكتوره امل، انت قلتي في برضو ان احنا نستعمل الماسك في الحالات اللي هي برضو في حالات، بسال في حالات البريو ما في كلها الرذاذ وكلها سكيلينج، لما دي برضو عايزه الماسك اللي احنا اللي حضرتك قلتي عليه ال N95 هتستخدميه لو هتستخدمي السكيلر فهيطلع برضو سبلاش ابريد، لكن لو هتعملي هاند سكيلينج لا 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 سكيلر شغلنا كله سكيلر. سكيلر او الكونترا ده كله سبلاش بروديوس. الفيش شيلد ما يغريش يا امل؟ نعم. الفيش شيلد ما يغريش؟ الفيش شيلد هيتلبس في كل الاحوال فوق السيرجيكال ماسك او ال N95 ماسك. هبعت لكم جدول
الـ WHO حاطة الـ Splash Prevention Procedure والـ Procedure عادي من إحنا الأسنان اللي خصنا أي حاجة فيها الكونترا أو سكيلر ده بيطلع سبلاش فلازم يتلبس مش بس للكورونا كمان أنا قلت إن في حاجات إيربورن التي بي أنتش عرفت إن البشرة قدامك ده ما هوش ليتنت تي بي مثلا فأنا عندي ثلاث حالات بيتنقلوا بالإيربورن احفظوهم صم التي بي والميسلز الحصبة والباريسيلا اللي هي تشيكن بوكس رابعهم اللي هو الكورونا بس الثلاثة الأوانيين كلهم إيربورن الكورونا لو هعمل له أي سبلاش بالريسك بروسيدجر بالنسبة للسيرجيكال ماسك بقى مالكش دعوة باللون خالص ما تتقيدش باللون إن دي كلها شركات أنا عندي اثنين إنديكيشن النزل بريدج فوق واتجاه البوكت لتحت بس هو هيضبط من نفسه ايه البوكت من بره يا امل لتحت من بره البوكت شوفي اللي هي التنيات ديت التنيات لتحت اتجاهها لتحت لو انت شقلبتيها لو خليت اللون الاخضر ده لجوه هتلاقي اتجاه البوكت بقى لفوق لحظه يا امل معلش حبيبتي قول دلوقتي التنيات ديت لبره طب استنى دقيقه واحده دقيقه واحده انا هجيب لكم الماسك ثواني بس شايفين الماسك كده؟ مفيش كاميرا يا ام لا ازاي مفيش كاميرا انا الورده بس الكاميرا شغاله يا دكتوره اماني بس شدي الصوره باينه الصوره عندي باينه يا دكتوره اماني يعني انا شايفه يعني مين دكتوره اماني حضرتك حركت الشاشه يمين ايه ايه ايوه امل كده شفتها كده باين مش باين عندي يا جماعه لا ما ظهرتش عندي لا باين عندي ارد من الاول اهو اخس عليكم انتوا شايفين صورتي ليه يا حشين شايفين صورتي لا احنا شايفين لا شايفه الصوره انا شايفه ورده لا انا اجمل يا جماعه عشان دكتوره امل داخله بتوع اكاونت او داخله واحد من على الكمبيوتر واحد من على الموبايل كمان حركي الشاشه الورده اللي هي فيها الفيديو حركي الشاشه للشمال بس هتشوفي الفيديو انا شايفه ظهر كده للكل تمام يا ام طيب ادي السيرجيكال ماسك اللون اللي بره ده لبني اللون اللي جوه ابيض مالكش دعوه باللون النزل بريدج اللي هي الحديده دي خليها فوق ماشي طيب الجيوب دي اتجاهها لتحت بقى كده غصب عني اللون الازرق اللي جوه اللي بره لو انا قلبت كده الابيض اللي بره هتلاقي ان الجيوب بقى اتجاهها لفوق أيوة. يبقى غلط زي يعني اللي فوق ده لازم يبقى ناحيه المناخير اللي فوق ده ناحيه النوز الحديده دي لفوق ناحيه النوز والتنيات التنيات لو التنيات لتحت تمام يا ام تمام بص ماشي الصوره دي بص الصوره دي اتجاهها لتحت اهي اتجاه الجيب لتحت عشان ما يبقاش جيب ريسرفوار لاي كونتاميشن تدخل فيه انا عايز اتجاه الكسره دي لتحت زي الصوره اللي فوق دي اتجاه الكسرات دي كلها كده لتحت واضحه يا شباب تمام يا حبيبي كده بلبسها كده بل لازم اشد كده تحت التشين واعمل ادابتيشن كويس للنوز حتى الناس اللي لابسين النظارات لو عملوا ادابتيشن للنوز مش هيحصل بوجنج على النظاره ولما اجي اخلعه لازم اخلعه من الرابطه بتاعته كده ما ينفعش احط ايدي على هدي خالص دي كلها بقت ملوثه دلوقتي لان هي اللي في وش البيشنت خلاص كده تمام يا دكتور 100 100 البي بي اي بقى زي ما قلنا بالسيكونس بتاع دورنج اون ودورنج اوف السسبكتد كيس اي بيشنت في ابيديميولوجيكال ريسك ان هو جاي من سفر طبعا حته السفر ديت بالنسبه لنا احنا هنا مقفوله من زمان
انتوا عندكم السفر بين المناطق مفتوح لسه بين المحافظات، احنا هنا مثلا المحافظات كلها ما خلاص ما عادش انتقال خالص من كل منطقه والتاني. فاي بيشنت هيكون جاي من منطقه فيها بوزيتيف كيسز في خلال 14 يوم او زار مستشفى فيها كونفيرمد كيس او ديزاينيتد هوسبيتال للايزوليشن زي انتوا عندكم الحميات والصدر، زار اي مستشفى فيها كده او عنده حاله في الحجر في المنزل. الثلاث حالات دول مع ساين وسيمتومز بقى اللي هو الفيفر والكاف والشورتنس اوف بريزن دي بقت سسبكتد كيس. فدي لو جاتني من ضمن الاسئله اللي انا بسالها له في التشيك ليست كل دي، انت زرت مستشفى قريب، طب مستشفى ايه؟ لو قال لي مثلا مستشفى الرمد غير ما يقول له مستشفى الصدر، دي بدلها اسكور معين. طيب انت جاي مثلا من منطقه، انتوا عندكم اكتر حالات في انهي منطقه؟ في مرسى مطروح مثلا عشان في مستشفى النجيله فيها، انت جاي من مرسى مطروح قريب، طب انت عندك حاله في البيت. الثلاثه دول ده منهم ابيدميولوجيكال ريسك يتفقوا زائد بلس الكلينيكالي كاف شورتنس اوف بريزنج او فيفر، هياخد سكور كده 6 او اكتر، ده هقول له اتفضل انتظر استريح هنا لحد ما اشوف بقى الكونتراكت انا عاملاه مع اي مستشفى واتصل بيهم على حسب سياسه الريفيرال بتاعك. ده لازم يكون موجود في البوليسي ولازم يكون موجود كونتراكت بينك وبين المستشفى. دي كلها بسميها سسبكتد كيس. ايه الكونفيرمد كيس بقى؟ حاله مؤكده، يعني نفس هي سسبكتد كيس بس طلعت لها نتيجه المختبر بوزيتيف. نتيجه المختبر دي انا بعملها ازاي؟ باخد له نيزوفرنجل سواب. انتوا سمعتوا على الرابيد تيست والبي سي ار. الرابيد تيست اللي بيعملوه في المطارات وده عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن، زي هشبهها لكم كده بايه؟ بالبلاد جروبنج كده، هو رياكشن بين انتيجين وانتي بودي. فلو طلع بوزيتيف معنى كده ان هو البيشنت ده او الشخص ده عنده انتي بوديز، بس مش لازم يكون انفكت، لان ممكن يكون عنده اكيوت انفكشن دلوقتي، ممكن انتي بوديز دي نتيجه ايه؟ ريكفري افتر بريفيسلي انفكتد، كان تعبان قبل كده وجهاز المناعه تغلب عليه وكون الانتي بوديز عنده. اذا حتى لو طلع بوزيتيف بالرابيد تيست ده لازم اعمل له كونفيرميشن بالبي سي ار. البي سي ار عشان اعمله له ده بيكشف على الجينوم نفسه، على الماده الوراثيه، على الجينيتك ماتيريال نفسها اللي جوه اللي في الدم اللي في جسم الانسان، يعني بكشف عن الار ان اي او الدي ان اي بتاع الفيروس نفسه. فباخد له مسحه نيزوفارينجيال سواب اللي هو سواب مخصوص، مش اللي هو الكوتن سواب، سواب مخصوص بيجي من المختبرات وبيدخل من النوز كده بطريقه معينه لحد ما يتخبط جوه، وبعمل له روتيشن وبسحبه، مش مهم الطريقه، المهم النتيجه بعد كده. بيقعد حوالي 48 ساعه، ولو بوزيتيف المعامل المركزيه بتكلمني في اللحظه، ما بتستناش لما تبعت لي النتيجه ان البيشنت ده بوزيتيف. طيب السنسيتيفيتي بتاعت البي سي ار دي من 60 ل 70%، بمعنى ممكن يديني فولس نيجاتيف من 30 ل 40%. يعني ممكن بيشنت يطلع لي نيجاتيف بي سي ار وهو بوزيتيف اوريدي. ايه الفيصل في كده؟ السي تي لازم اعمل له كات سكان، لازم يظهر لي اللي هو الجراوند جلاس ابييرنس اللي هو بيسموه ايه؟ الازاز المصنفر. الرئه بتظهر لي بمنظر الازاز المصنفر كده. بتبقى لها شروط معينه، مش مجال ان انا ادخلكم فيه، مش تخصصكم يعني. لو السي تي طلعت لي بالصوره دي حتى لو البي سي ار نيجاتيف، ده بالنسبه لي كونفيرمد كيس وبحطه في الايزوليشن روم. يبقى الكونفيرمد كيس بتبقى هي سسبكتد وبقى اعمل لها كونفيرميشن باللاب. ده الفيجوال ترياج اللي قلت لكم عليه، ان لازم يكون البيشنت الاول داخل لي من الاي ار او بالنسبه لكم انتوا اللي داخل العيادات يعني. الفيجوال ترياج ده بعمل له فيه السكورنج، لو السكورنج اقل من 6 خلاص بيمشي في سكته عادي، بالنسبه لكم انتوا هيدخل العياده او هيروح الريسبشن يقطع تذكره او بالنسبه للاي ار هيروح الترياج العادي بتاعه بقى، انهي منطقه هيروحها في الترياج. لو السكور اكبر من 6 لازم يقعد في ويتنج اريا، ويتنج اريا ديت لها شروط زي ما قلناها. بعد كده بيروح على الريسبيراتوري كلينيك عشان يجي الدكتور سواء شيست او انترنال ميديسن او اي ان تي يعمل له اسسمنت ويشوفوا هل هو متفق فعلا مع الكيس ديفينيشن اللي احنا قلنا عليها. لو يتفق مع الكيس ديفينيشن وجبنا له البورتابل اكس راي وخدنا له نيزوفرنجل و لو طلع يتفق مع الكيس ديفينيشن لازم احوله على الايزوليشن روم اللي في الاي ار. مانداتوري يكون عندي ايزوليشن روم في الاي ار اخد له فيها لانها نيجاتيف بريشر، ساعتها اخد النيزوفرنجل سواب فيها. ما ينفعش اخد النيزوفرنجل سواب في اي مكان تاني غير نيجاتيف بريشر، ان ده بيعارض الهيلث كير وركر نفسه للانفكشن. ف
فباخد له بقى النيزوفرينجال سواب، بعمل له سي بي سي عشان اشوف الليمفوسايت، وبعمل له بالبورتابل اكس راي، بعمل له اكس راي، بتاكد بعد كده بالسي تي. التريتمنت والفاكسين طبعا زي ما كلنا بنسمع في الاعلام لسه ما فيش لا تريتمنت ولا فاكسين له، كلها كده لسه اندر ترايلز. بس اللي ثبت انه بيجيب نتيجه اللي هو زي ما اتكلمنا في الاول الهيدروكسيكلوروكين اللي هو الانتي مالاريا، وبيشتغل باثنين ميكانيزم هعيدهم تاني، ان بيغير البي اتش بتاع الخليه من اسيديك الكالاين، فده انهبيت المالتيبيكيشن بتاع الفيروس، كمان بيدخل الزنك جوه الخليه، فده برده من دوره انه بيعمل انهبيشن للمالتيبيكيشن. تاني علاج برضو قالوا ان هو جاب بعض النتائج، الهيبارين. الهيبارين مش بستخدموش كأنتي كوأجلانت في الحاله دي، لكن بيعمل لي موديفيكيشن في الريسبتورز اللي موجوده على سطح الخليه، يقوم هو الفيروس كانت بايند ذس ريسبتور، ما بيقدرش يرتبط بالريسبتور ده، لان هو لما بيروح بيلاقي الريسبتور بتاعه بايند عليه وبيعمل انجكشن للجينيتك ماتيريال، ومن ثم بيعمل مالتيبيكيشن داخل الخليه. لكن لو حصل موديفيكيشن للريسبتورز ده فما بيبقاش قادر انه يعمل بايند على السل، وبالتالي مش هيقدر يدخل الخليه من اساسه. ارشادات الحجر الصحي، احنا قلنا ان هم ثلاث مراحل، اتكلمت في الاول يمكن كانوا لسه الشباب كلهم ما دخلوش، ان حد بيجيني من السفر بحطه في حاجه اسمها حجر صحي. الفنادق كلها عموما عندنا هنا او عندكم في مرسى علم، وكان برده في النجيله اول طياره جت من ووهان في الاول خالص كان عليها 300 مصري، بنحطهم في الاماكن دي لمجرد ان انا بتابعهم كساينوسيم. كان البروتوكول القديم لما كان عندي وفره في الكواشف ان اول ما بيجوني باخد لهم سامبل واتابعهم كل 8 ساعات درجه الحراره لمده 14 يوم. الوقت البروتوكول ان هو بيدخل عندي وبتابعه، بس باخد له السامبل في اليوم 13، لو بتطلع نيجاتيف خلاص بخرجه من الحجر ده. لو اثناء ال 14 يوم طلع لقيت عنده ساين وسيمتومز هاخد له سامبل ساعتها على طول، لو طلعت بوزيتيف وهو مش محتاج، مش كريتيكال كير، مش محتاج الاي سي ولا حاجه، بحطه في منطقه ثانيه اسمها الحجر الموجب. لو حالته محتاجه انه يدخل اي سي يو او فنتليتر او ما شابه ذلك، بحوله للمستشفيات العزل اللي فيها الغرف العزل وفيها الاي سي يو. بعض التدابير الوقائيه انا حبيت اعملها بالعربي عشان تبقى اكثر وضوحا. يعني في حاله عندي في البيت اللي هي في الحجر، في الحجر بقى خلاص البيشنت مش محتاج بقى الهيبه فلتر ولا محتاج، يعني هو حاله ستيبل بنسميه. فانا بساعد المريض في اتباع التعليمات وتناول الادويه الموصوفه، التنبيه على افراد الاسره بعدم مخاطره المريض، يعني بتبقى له غرفه مخصوصه ويا حبذا كمان لو في اعزكم الله دوره مياه مخصوصه له، بيبقى هو لابس الماسك لو حد يخرج من الاوضه، لو حد هيدخل له هيدي له اكل او هيعمل له اي خدمه لازم يكون لابس الماسك وبعيد عنه من متر لمتر ونص. الاسطح اللي حواليه هو اللي يمسحها، مش لازم حد يدخل يمسحها له، بالكلور زي ما قلنا. في البيت كافي جدا 1000 بارك بير مليون اللي هو 20 سنتي على اللتر ميه، جنبه الكحول على طول عشان يعمل بالالكحول. هننبهه ازاي يعمل الكف اتيكيت بالطريقه دي عشان ما يلوثش الاسطح المحيطه بيه. الحرص على تهويه المكان باستمرار، الشبابيك تبقى مفتوحه باستمرار. دي بعض التوصيات برضو اللي عاملاها منظمه الصحه العالميه، ملخصها زي ما انا قلت كده اللي هو توفير مكان للحجر وازاي اتعامل مع المريض داخل المنزل. واخيرا كلي هندس فور جيرم ستوب جيرمز. اتمنى اكون افدتكم وما زهقتوش مني، ولو في اي اسئله او اي كومنتس هبقى سعيد. اتفضلي دكتوره هبه. هاي دكتور تسلم ايد حضرتك، طبعا الكلام مفيد جدا طبعا لينا كلنا. بس انا كان عندي سؤال بقى بسيط، انا دلوقتي خرجت ورجعت البيت تمام، زي ما حضرتك قلتي حاله البانيك اللي موجوده دي، انا هعمل ايه؟ يعني مجرد ما ادخل من البيت هغسل ايدي وخلاص وده هيبقى كفايه؟ انا بغسل ايدي والهدوم والكلور، ويعني وحاله البانيك دي بصراحه يعني برضو مش زي ما حضرتك قلتي مع الوقت فعلا جايبه اكتئاب. طب انا هقول لك بمنتهى البساطه، انت داخله البيت سواء كنت في المستشفى او جايه من بره، كنت في سوبر ماركت او حاجه تمام بالناس تمام، خلينا نرجع لعاداتنا القديمه. انا بقول لك اللي حصل ده المفروض ما يعديش كده بمرور الكرام، نرجع لعاداتنا القديمه اللي احنا نسيناها. اول ما تدخلي هتقلعي الشوز بتاعك، ما تعديش اكتر من متر، يعني يبقى في جزمه جنب الباب او مكان ده للجزم خلاص، ما تدخليش بيها جوه.
سواء كورونا او مش كورونا. لو لابسه حاجه ثقيله جاكيت او بلطو او حاجه بحيث ان هو ما بيتغسلش باستمرار ده كافي انه يتحط في الشمس. يعني هو قال لك حتى ان الفيروس ما بيقعدش اكتر من 3 ايام على الحاجه يعني بعدها خلاص. طيب انت لو الهدوم العاديه يبقى بتاخديها على طول كده وبتلفيها كده زي الكره وبتحطيها في الغساله على طول ما تتركنش تتغسل على طول. وطبعا ايدك بالميه والصابون اول ما تدخلي. لا سلام ولا احضان بقى ولا تبوسي بنتك ولا تيجي ناحيتها خالص ولا ناحيه اي حد لحد ما تعملي الحركات دي. يستحسن شاور الهدوم في الغساله ايد بالميه والصابون. الاكياس اللي انت جايباها من السوبر ماركت ولا ترشها بكلور ولا كل الكلام ده، الاكياس الخارجيه نفسها هترميها. الحاجات الداخليه هتتعاملي معاها عادي. اسطح المطبخ يا جماعه ما تحطوش عليه كلور معلش، اي حاجه لها علاقه بالاكل ما تجوش عليها كلور خالص. بالخل او الليمون كورونا او مش كورونا. الاكل نفسه الخضار، الخضار عايزه تنقعي في ميه وكلور في ميه وخل اتس اوكي. ده مش للكورونا، ده عادي حياتنا كلها عادي يعني. بس الاسطح الداخليه في البيت ما فيش داعي خالص للكلور، التنظيف العادي. يعني لو جبت مثلا الكيس، انا جبت الكيس من بره من الـ من الـ من الباب على المطبخ وقلبت اللي فيه جوه الحوض ورميت الكيس بس انا كده تمام اه لا بقعد اعمل بقى بالكلور واعمل الحوض واعمل كل حاجه. الكلور خطر على الاكل اكتر. اه ما تحطش كلور في الاكل خالص ولا على الرقبه. انا بصراحه بغسل الخضار دلوقتي بميه وصابون. انا اصلا على طول كنت بعمل بموضوع الميه والخل ده من قبل الفيروس، بس دلوقتي زودت الصابون كمان. لا بلاش صابون، لا صابون ولا كلور يجي ناحيه الاكل خالص. أوه. ميه بخل كفايه. والاكياس بقى بتاعه المكرونه مثلا كيس دقيق كيس حاجه اللي نغسله بميه وصابون ويبقى كده كفايه ولا لا ولا حاجه خالص؟ انت بتفتحي الكيس وتفرغيه في الميه المغليه انتهى الموضوع. مش للدرجه دي يعني. لا ماشي تمام. شكرا يا دكتور، تسلمي، ربنا يخلي حضرتك. تسلمي، الله يخليك. شكرا يا دكتوره امل على المحاضره الجميله دي، اسعدتينا، محاضره رائعه. انا اللي سعيده والله بوجودي معاك ورجعتيني ايام الزمن الجميل. ربنا يبارك فيكي حبيبتي، ربنا يبارك فيكي، ونتقابل على خير ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين كلكم. رمضان اهو لسه يومين، رمضان كريم بخير ان شاء الله. دكتوره امل ممكن سؤال؟ معلش رمضان اتفضل. دكتور بالنسبه للكلور يا دكتور، وحضرتك كنت بتقول لنا نعمله المعادله بتاعته 9:1. طيب بالنسبه، هو دي المعادله دي لازم كل يوم اعمل المعيار ده؟ يعني لو انا عملت مثلا ازازه لتر مثلا ما خلصتهاش في اليوم، يعني اكيد ما عادت معايا مثلا يومين بعدها ولا حاجه، بيبقى نون افكتيف بقى خلاص ولا لا عادي ممكن لا تمشي؟ لا هو نوت ستيبل، يعني بحيث ان تركيزه لو انت سبته اكتر من 24 ساعه هيخف لحد ما يبقى نوت افكتيف. فانت هتحطه يعني في ازازه معتمه، ازازه بلاستيك زي ازازه الكلور كده، ما تعملش لتر، اعمل نص لتر تمام. اتبقى عندك في اخر اليوم. انت بتتكلم عن العياده مش كده ولا على البيت؟ عن العياده. اه العياده اتبقى عندك في اخر اليوم، امسح بيها الارضيه، خلي البنت تمسح بيها الارضيه. اه فهمت قصدك. تمام يا دكتور تمام. انت هتحطه في فخاخه، الفخاخه اللي ب 3 جنيه دي عشان يبقى للاسطح ولليونت، وتمسح من فوق لتحت من عند من من عند الهيد ريست كده لتحت. اتبقى بقى في اخر اليوم حطه في الارضيه اللي البنت تمسح بيه. اعمل نص لتر على قدك مثلا او كده، بس لازم يتعمل في السبسبت اللي هو التابلت. التابلت ده مور ستيبل عن الليكويد، ممكن تحله وتقعد 48 ساعه. اه ما ده عندنا في المركز، التابلت ده موجود عندنا في المركز انا عارف. ايوه ده ممكن يقعد 48 ساعه. ايوه ده بتاع شركه جونسون، اه 48 ساعه، لكن الليكويد لا 24 ساعه. طيب معلش، هو المحاضره شيقه جدا ففيها اسئله كتير يا دكتور امل، معلش استحمليني شويه. لا تحت امرك اتفضل. طب بالنسبه لنقطه الزنك اللي حضرتك قلتيها، يعني معنى كده لو يعني از يعني بروتكشن، يعني ممكن ناخد زي زنك سبلايز كده از يعني حاجه بروتكشن؟ لا ما تاخدش حاجه خالص، وصدقني هو فيروس ضعيف وخارج جسم الانسان. آه. هو شيء ميت، ما هوش حاجه حيويه، مش مطلوب غير تنظيف الايدين، تنظيف الاسطح كلها، وده اهم لان الاسطح تاتش دي كده كومن تاتش للناس كلها، والبي بي اي بس مش هتاكل. آه. ونقوي المناعه بتاعتنا ازاي؟ ان احنا نسيب الفاست فود. معلش يا شباب انتوا زي محمد ابني، يعني الفاست فود اللي انتوا ودينا في داهيه ده، نرجع لعادتنا القديمه،
نقلع الجزمه بره زي ما كنا بنعمل حتى من غير كورونا ما يدخلش بيها على السجاد، نغسل ايدينا اول ما يدخل على طول. البنات المحجبات الحجاب ده طول ما انت في العياده وبتستخدمي الكونترا بتشيل الخير ده كله وبتروحي البيت بتشوفي بنتك او ابنك تبصي حتى من غير الكورونا. فنرجع لعادتنا القديم، مش مطلوب منك هاند هايجين انفايرمنتال سيرفيس بي بي اي، ونقوي المناعه بتاعتنا، اكل صحي ونوم كويس بس. صدقوني انا مش خايفه من الكورونا، انا خايفه من فيما بعد الكورونا، لان العالم بعد الكورونا هيكون مختلف تماما. فربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يلطف بينا، ربنا يلطف بينا كلنا يا رب ان شاء الله. اي اسئله يا شباب؟ معلش اسئله يا شباب. الانفكشن كنترول كله معانا اهو، عشان ما تجيش تسالوني بكره. ممكن سؤال يا دكتور امل؟ اتفضل. دكتور وليد معاك يا فندم. دكتور وليد اهلا يا دكتور وليد، ازيك؟ ازيك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. وانا يعني عايز استفسر عن حاجتين. اتفضل. إيه الجدول اللي بنعرفه كل يوم من وزاره الصحه؟ عاوزك توضحه لنا، هي بتقول ايه المعدلات اللي هي بتقولها دي؟ فين امان وفين مش امان، وايه كتير وايه قليل، وايه الوفيات وايه نسب الشفاء، وايه النسب اللي تحولت من ايجابي لسلبي او من سلبي لايجابي؟ يعني عايزين نعرف الحكايه دي عامله ازاي. طيب السؤال الثاني هو ده لا تقريبا ده السؤال، يعني ده السؤال في على بعضيه. طيب بص يا ابني، الاعداد اللي احنا بنسمعها كل يوم ديت ممكن تكون حاله او اتنين بس اللي بوزيتيف او ديزيز، واللي حواليهم دول كلهم كونتاكت. احنا لما بنيجي نعمل السيرفيلانس بيظهر عندي حاجه بوزيتيف، برجع ريتروجريد كده واشوف مين الكونتاكت بتوعه. تمام. فبتظهر لي ان هي حاله حواليها 20 كونتاكت، فالارقام الايجابيه دي الجديده مالكش دعوه بيها، ما تهتمش. لان اسمع كلهم 500 600 الف انا هيصيبني اكتئاب وهستفيد ايه؟ دي تنفع في الريسيرش وفي السيرفيلانس والابديميولوجيكال ستاديز يعني. طب انا يهمني الحالات اللي بتطلع بتتحول من بوزيتيف لنيجاتيف. هي دي اللي تهمني اعرفها. دي اللي تهمني اعرفها. تمام. عشان دي كده بتحصل ريكفري. نسبة الوفيات حتى ما تهمنيش قوي، لكن يهمني ان انا واخده البريفنتيف ميجرز صح، فتحولت الحاله من بوزيتيف لنيجاتيف. تمام. طيب الفيروس الحاله اللي احنا فيها ديت هتنتهي ان شاء الله. تمام. هتنتهي وان شاء الله برضو قريب مش هتطول. الفيروس نفسه مش هيختفي من العالم. لو انتوا فاكرين في 2009 كان في H1N1 والH5N3 اللي هو انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور. تمام. ما اختفتش. الـ H1N1 موجود لحد دلوقتي، بل احنا حاطينه كمان في السيزونال انفلونزا باكسين H1N1. معنى كده ان الفيروس لسه موجود، ولكن خلاص عرفنا الباكسين بتاعه. فده اللي هيحصل بالظبط في اللي هو الكورونا فيروس. هنتعامل معاه بعد كده عادي، وان شاء الله ربنا هيوفق الناس ان هم يجيبوا التريتمنت او الباكسين. فهتنتهي كل ما علينا احنا، كل اللي يهمنا احنا على المستوى الشخصي سواء اطباء او مش اطباء، البريفنتيف ميجر اللي اتكلمنا عليها. كطبيب بقى عليك عبء تاني، انك طالما عرفت المعلومه واجب عليك انك توعي الناس التانيين، لان فعلا في هلع وفي كلتشر كده ما هيش مظبوطه بين الناس، لا مبالاه شويه. فبقى واجب علينا احنا كاطباء ان احنا نوعي الناس ازاي عشان نقلل المده بتاعت الحظر بقدر الامكان. لكن هي ان شاء الله هتنتهي باذن الله. يا مسهل الحال يا رب. ما هي المشكله يا دكتوره، يعني انا اسفه، ان احنا نفسنا بقى عندنا بنك. هي دي اللي هو ده الغلط اللي احنا فيه دلوقتي. عشان اللحس ورا الاخبار، ان احنا عمالين نسمع الاخبار، هتفيدني في ايه طيب؟ مش هتفيدني في حاجه. انا في حظر، خلاص يبقى استثمر فتره الحظر دي في حاجات كتيره جدا ما كنتش لاقي وقت ان انا اعملها. الحظر دي ان انا ارتب اوراقي كده واعملها، واعرف ان ديت رساله من ربنا اوان واخيرا. بقول لكم العالم اتقلب في ثانيه. الدول العظمى دي كلها لما يطلع ترامب ويقول لك انا ورثت نظام صحي هش، اعظم دوله الامريكان دريمز اللي كان بيداعب مشاعرنا كلنا، معظمنا كان عايز يهاجر على امريكا، متصور ان هي جنه الله في الارض. يعني الشعوب دي كلها بعد كده هتحاسب الحكومات على النظام الصحي الهش ده. بس صدقوني، ويعني هي شهاده، مصر تعاملت، ما بقولش وزاره الصحه، بقول مصر تعاملت مع الازمه دي بطريقه مشهود لها بصراحه. الله المستعان، ربنا يعديها على خير يا رب ان شاء الله. يا رب. ايوه اهلا بحضرتك، ازيك يا دكتوره امل؟ أيوة. وحشاني ست الكل، اخبارك ايه؟ وحشاني يا دكتوره امل. ربنا يخليك. وشكرا يا دكتور على المحاضره الجميله دي، منورانا دايما يا رب. ربنا يخليك، ده من ذوقك.
الله يخليك. انا بس بسال حاجه، دايما معظم المشاكل او الشكاوى اللي بتتقال لنا دلوقتي ان بيحصل فتره طبعا البيشنت ده حصل له الفيروس، ولكن بيبقى كارير لكل اللي حواليه ومحدش عارف يوصل له، وبيبدا الدايجنوزس له بعد 15 يوم من الفيروس اما توصل للرئه ويبدا مشاكلها. طب خلال ال 15 يوم ده مش مثلا في ممكن حاجه انديكيتور ان انا ابدا اعزل بدري حتى اقلل الكونتامينيشن واقلل فرص العدوى دي؟ طيب ما هو ده اللي بنقول عليه في الفيجوال تراج، لازم يتعامل من الاول خالص. لكن معظم الناس حالات كثيره جدا اسيمتوماتيك، محدش بيقدر يعرفها خالص. احنا بنعرفها ازاي بقى؟ لما بتظهر لي حاجه ديزيز واجي اخد الكونتاكت بتاعهم بلاقي ناس طلعوا لي بوزيتيف وهم اسيمتوماتيك تماما، وهم دول القنبله الموقوته اللي بتفسحها في السنه دلوقتي. بس انا لو بدات في الدايجنوزيس بتاعي ممكن يظهر بدري، يعني انا لو خدت المسحه بتاعتي بتظهر بدري. المسحه بتتاخد ازاي؟ مش هتقدري تاخدي مسحه لل100 مليون اللي عندك السعوديه. هي مشكله عدد دلوقتي بس وامكانيات يعني، انما لو هو اتاخدت مسحه بتظهر من اول من قبل ال15 يوم دول. لا، هي الانكيوبيشن بيريد من 1 ل 14 يوم بس هي منلي من 4 ل 5 ايام، زائد ان الوقت السي دي سي بتقول لك ان العدوى بتبتدي تنتقل من يوم ظهور العدوى، من يوم ظهور الاعراض وقبلها بيومين. يعني برضو اليومين ما كانش فيهم اعراض وبتنتقل العدوى. فما فيش دوله على مستوى العالم مهما كانت امكانياتها عملت مسح للشعب كله، ما ينفعش. المشكله مش في امكانياتي انا كمصر، على مستوى العالم في ليك في كل حاجه، ليك في السبلاي، ليك في البي بي اي، ليك في الكواشف، في ليك. فانا بعمل لمين؟ يعني زي ما كنت بقول لك البروتوكول للناس اللي جايين من بره كنت باخد لهم سامبل اول ما بيوصلوا. دلوقتي ما عادش بيتعمل كده لا في مصر ولا في السعوديه ولا في اي مكان، باخد لهم سامبل اليوم ال13 اللي بعدها انا هفك العزل ده. فما فيش بقول لك على حسب امكانيات الدول انك تاخدي الكل. انا بقى بشوف اللي عنده اعراض حتى مجرد برد، اشك كومن كولد ولا سيزونال انفلونزا ولا عنده بيكح وفي حراره وفي ابيديميولوجيكال ريسك ان هو الثلاث حالات اللي انا قلت عليها زار مستشفى كان فيهم كونفيرمد كيس، او عنده حاله جايه من السفر، دلوقتي الطيران المصري فتح امبارح والنهارده تقريبا عشان العالقين في الدول، فدول هيتخاف منهم برضو ان اي حد هيحتك بيهم قبل 14 يوم لما هيعدوا، او زار مستشفى قلنا، او جاي من السفر، او تعامل مع اي حاله في الحج. الثلاث حالات دول مع ساين وسيمتومز كحه وصعوبه في التنفس وحراره دي بقت سسبكتد كيس. طب ما عنديش ساين وسيمتومز دي مش هتقدر تعرفي. فالحذر بقى بيجي منين؟ ان دايما يبقى في مسافه بيني وبين اللي قدامي في كل حاجه، في المواصلات بقى، في السوبر ماركت، عند الكاشير، في الشارع، في العياده، يبقى في ديستانسنج كده بيني وبين، لان لو اكتر من متر ونص حتى لو لا قدر الله هو كح او عطس او اتكلم هتبقى يعني الفرصه ضعيفه. ولو انت شكيتي ان هو عنده حاجه البسي الماسك على طول. الماسك بتلبس في ثلاث حالات قلنا بره في الصيف. يا دكتور دلوقتي بيقول انه ممكن يكون الفيروس عالق حتى في الجو مسافه 4 امتار، يعني مش موضوع بقى متر ونص بس، يعني ممكن في اي مكان كونتامينيشن بره ممكن الواحد يحصل له انفكشن. يعني لا 4 امتار دي في حاله الايربورن، احنا قلنا في حاله الدروبلت اللي هو الكلام والكحه والعطس العادي متر ونص، من 3 ل 5 فيه. لكن لو في اجراء بقى انك انت هتعملي وده في موجود في المستشفيات بيبقى في ايزوليشن روم بيبقى بكامل بي بي اي من 4 ل 5 متر ل 6 متر كمان، ده اللي هو الايربورت، ومش هينتج غير في الاجراء اللي بيطلع رذاذ. لكن الكحه والعطس والكلام هي دروبلت متر متر ونص. ربنا يستر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا دكتور، ميرسي. شكرا حضرتك. ماشي يا حبيبتي. عموما يا شباب انا تليفوني الواتس مع الدكتوره اماني والدكتوره جيهان في اي وقت، اي استفسار تحت امركم. لو عايزين الايميل كمان اي وسيله للتواصل مفيش مانع. اي هروكي يا امل، اي هروكي. يعني دول ولادي يعني أسئلة. لو ما كانش في المركز والشباب بتوعه يعني ادخل في مين؟ ربنا يخليك يا حبيبتي عبد الاولى. ربنا يخليك. نورتينا يا امل، ونورتينا واسعدتينا، وتوصلي لنا بالف سلامه وترجعي بالف سلامه ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب، يسمعنا عنكم كل خير ان شاء الله. ورمضان كريم. بيقول لك ايوه هسال كتير اهو. طب قريتي؟ هنسال كتير. بيستعدوا من دلوقتي. الشات انا مش فاتحاها. يا شباب ما فيش اسئله. شرفتينا يا امل ونورت المركز، وما تحرمش منك يا حبيبتي. انا اللي سعدت والله بوجودي معاكم.
الله يخليك يا حبيبي، ربنا يوفقكم جميعا وسمعنا عنكم كل خير. اشوفكم على خير يا رب الله. يا رب اشوفكم على خير. نعم نعم، الف سلام. مع السلامه يا شباب. في محاضره بكره يا شباب وبعد ان شاء الله بكره وبعده الساعه 9 ان شاء الله.